يعني هقفل ده خالص. حلو، انا عشان ابدا برنامج السوليد هاجي ادوس كنترول ان او هاجي ادوس على الورقه دي او فايل نيو ايا يكن اللي هيعجبك كمل بيه. عندك بارت واسمبلي ودرونج، صح الكلام؟ هاجي ادوس على البارت واجي ادوس اوكي. خلونا نتكلم في كام حاجه مهمه قبل ما نفتح البرنامج نفسه. اللي فوق دي اسمها ايه؟ كوماند مانجر. واللي على الشمال دي اسمها ايه؟ اسمها تري. حلو، واللي دي اسمها ايه؟ اسمها الجرافيك اريا بتاعتك. حلو، واللي على الجنب دي فيها حاجه، فيها اللايبرري بتاعت البرنامج وما الى ذلك. هفترض جدلا ان كل الحاجات دي اختفت منك، هتعمل ايه؟ كليك يمين هنا وتظهر اللي انت عايزه وكل حاجه مسميه باسمها. الكوماند مانجر فوق اهي، والتاسك بين اللي على الشمال، والفيو هيد اب اهي، هتلاقي كل حاجه مسميه باسمها. هيبقى ناقصك بس تعرف اسم الحاجه. عرفت اسم الحاجه هتجيبها، فلو اي حاجه من دول ضاعت منك هتجيبها من فوق. وعشان تفتح كل الحاجات دي، لو هي برنامج وانت بتفتحه اول مره مش فاتحه معاك، هتدوس كليك يمين وتظهر اللي انت عايزه وتقفل اللي انت عايزه من هنا بالطريقه دي. تمام؟ حلو؟ خلونا نعيد تاني الحته بتاعت زوم ان وزوم اوت، لربما يعني تنسوها. هنيجي نفتح اي فايل 3 دي معانا كده زي ده. حلو؟ الزوم ان والزوم اوت ازاي؟ بالبكره. حلو؟ عليك تبقى ايه؟ وعلى الجهاز زوم اوت. حلو؟ وبتعمل روتيت ازاي؟ بالبكره، تفضل دايس عليها كليك وتفضل تتحرك. حلو؟ طيب لو عايز تعمل بان تعمل ايه؟ تيجي تدوس كنترول مع البكره وتتحرك. عايز تقف مساقط، تقف منين؟ من هنا. تقف بالمسقط اللي انت عايزه واختصاراتها كنترول 1 كنترول 2 كنترول 3 كنترول 5 لحد 7. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب لو عايز، لو رسمه ضاعت منك وعايز تجيبها، تجيبها ازاي؟ بتدوس اف. حلو؟ طيب لو عايز تاخد سيكشن تعمل ايه؟ تضغط، يعني تدور على تفصيله، هتيجي تدوس على ده وتيجي تسحب بالماوس بتاعك بحيث تشوف السكشن بتاعك، تشوف تفاصيل الرسم بتاعتك. وليها قصه هنبقى نتكلم فيها برضه بالتفصيل قدام. القطعه. حلو؟ طب تغير لون الحاجه ازاي؟ مع انها برضه مش حتتنا، بس هنقولها عشان في التطبيقات تبقى تعرفوا تعملوا الحاجه. كليك يمين وتيجي تدوس على ابييرنس هنا. عندك كذا حاجه، في فيس وفي بوس اكسترود وفي بادي وفي بارت. لو دوست على الفيس هتغير لون الفيس بس. لو دوست كليك يمين واخترت هنا البارت وغيرت لونه، البارت كله هتغير. حلو؟ وتيجي تدوس اوكي. دي كده بالنسبه للانترفيس. طيب انا عايز ابدا ارسم اعمل ايه؟ فاكرين؟ حلو، كليك يمين على التوب واجي اختار ايكون سكتش. وناخد بالنا ان الايكون بتاع سكتش وايديت سكتش وايديت سكتش بلين الثلاثه شبه بعض، فنحاول نقرا. او بتيجي تدوس على كلمه سكتش وتيجي تفتح من هنا التوب، او تيجي تختار من جرافيك اريا زي ما انت عايز. بس نصيحه، اشتغل دايما من التري، هتختار التوب من هنا او تيجي هنا تختار التوب. حلو الكلام؟ دلوقتي انت فتحت سكتش وبترسم فين؟ في التوب. وزي ما اتكلمنا من شويه قلنا ان عشان يبقى الحاجه فول ديفاين لازم يبقى في بلان الاول، وبعد كده لازم ارسم الحاجه متعرفه بالنسبه للاورجن، صح الكلام؟ هنعيد الكلام تاني اللي احنا قلناه، ان احنا معانا لاين عشان ابدا اعرفه من كذا اتجاه بعمل ايه. طبعا اللاين سهل، موجود معاك هنا، وممكن تدوس حرف ال كاختصار وتيجي ترسمه، وتدوس اسكيب عشان تخرج من الامر. تمام؟ زي اي برنامج. هاجي اعرف ده دايمنشن من هنا، اجي اقول ان ده طوله سي 50. حلو؟ طيب هو بعيد عن الاورجن، انا عايز اديله زاويه واعرف النقطه من الاورجن عشان يبقى فول ديفاين، صح؟ هاجي ادوس على السمارت دايمنشن واختار سنتر لاين، واجي اقول بالسمارت دايمنشن، اجي اختار ده جاب لك ايه؟ بعد. لو جيت اخترت ده عمل لك ايه؟ زاويه. تدوس كليكه كمان يجيب لك السمارت دايمنشن ايديت، تيجي تقول زاويه 45. يبقى كده انت عرفت الخط ده ايه؟ طول وزاويه. بس هو بيسبح في الفضاء. على عكس ده. ده مش بس بيسبح، ده ولا طول ولا زاويه. فاحنا عايز نعرفه زاويه، يعني البوزيشن بتاعه. فلو جينا خدنا ده هنا حطيناه هنا بقى ايه؟ بقى معرف.
ليه؟ لانه بقى فولي ديفاين. حلو. طب لو عايزين نعرفه على وضعه، عرفه على وضعه ازاي؟ لازم نعرف احداثيات نقطه في الدلتا اكس والدلتا والدلتا زد. اجي قد بعد من النقطه دي للنقطه دي، تبيك النقطه للنقطه يجيب لك بعد، هيجيب لك زاويه كده بالمناسبه يعني بعد كده، او البعد زي ما احنا قلنا اللي كان في الدلتا اكس او في الدلتا زد. انا هاجي اختار في الدلتا زد، وهاجي اختار البعد الثاني معانا كده، واجي اقول ان ده مثلا سي 60. ده كده بالنسبه لي بقى فولي ديفاين، صح؟ والطريقه الثانيه ان انت تيجي تاخد ده هنا كده وتدي له زاويه، وتيجي تقول ان ده 150، وتيجي تدي له ايه مسافه. لو مثلا سي 50. حلو. ده كده عرفناه من الاورجن، وده عرفناه من الاورجن. طب وده انا اعرفه زي ما قلت خالص عن الاورجن. هنيجي ندي مسافه من هنا لهنا، نيجي نقول ان ده هنا سي 50. حلو. وده هنا سي 100، وده هنا سي 120، وده مثلا سي 30 مثلا. حلو. احنا كده عملنا ايه؟ عرفنا خط بعيد بزاويه وبعد، وعرفنا خط ثانيه بزاويه وبعد، بس الفرق ان انت خدته من الاورجن، وخط ثالث تمام انت يعني انت خدته بالاحداثيات الديكارتيه لو انتوا فاكرين موضوع ثالثه اعدادي. حلو. ده كده بالنسبه للخط. حلو. طب هنكمل بقى نقول ايه بقى؟ دلوقتي احنا قلنا احداثيات الخط، احنا دلوقتي بنفكر بالبرنامج. البرنامج عنده دايما الحاجه اندر ديفاين، عايزها طول الوقت فولي ديفاين. طب ليه عايزها فولي ديفاين؟ ما سالناش نفسنا. عايز تبقى ناجح في شغلك؟ طول الوقت اسال ليه؟ يعني هو ليه؟ يعني هو ليه حاطط فولي ديفاين؟ اكيد الناس دي مهندسين كبيره في السن وشعرها ابيض، حطوا الكلام ده. حطوا نتيجه خبرات. ايه الخبرات؟ الايديت. ايه الخبره؟ الايديت. ايه الايديت؟ انت عملت منتج زي ده مثلا، حلو؟ بعد ما خلصت اكتشفت ان طوله قصير، عايز تكبره، امسح وابدا من اول وجديد ولا اعدله؟ اعدل. طيب ايه المشكله؟ ما انا اشد الخط واعدل. في الهندسه ما فيش حاجه اسمها شد خط واعدل. في حاجه اسمها بعدل تعديل منطقي، لان انت بتعمل مجموعه من الاوامر مترتبه على بعض. فانت لما تيجي تكبر ده، عايز تكبر الشجره دي، صح؟ معاك، صح؟ يعني انت كبرت ده بقى هنا، انت عايز الشجره دي فوق، اوتوماتيك تطلع فوق، صح؟ فانت لازم تربط نهايه الشجره بنهايه البعد ده. حلو. بنربطها ازاي بقى؟ بحاجه اسمها ريليشن. فانت علشان تعمل التصميم بتاعك اديتابل، قابل للتعديل، وتقدر تعدل عليه بعد 100 سنه من الفايل، لازم تعمل رسوماتك بشكل منطقي قابل للتعديل. مش بس اديت، لا، ده انت بتشغل دماغك ان انا اعرف اعدل. حلو. محطه ميه انت رسمتيها، الابعاد اتغيرت، الاونر غير الابعاد، غير اي حاجه، عايز تشيل حاجه، تحط حاجه، ما تبداش من اول وجديد، انا عايز ابدا من حيث ما انا وقفت. فاحنا هنقول دلوقتي العلاقات اللي هتسهل عليك التعديل. حلو. العلاقه موجوده معانا بين ايه وايه؟ فاكرين ان احنا قلنا هنا؟ احنا قلنا عندنا في بوينت، في لاين، في سيركل، وفي شيب. الشيب اللي هو منبثق منه ايه بقى؟ اللي هو المربع، والمنبثق من الشيب برضو البوليجون، والمنبثق منه اللي هو السلوت. حلو. حلو. طيب هل الشيب له ريليشن ولا العناصر الاساسيه للشكل هي اللي لها ريليشن؟ العناصر الاساسيه هي اللي لها ريليشن، النقطه والخط والدائره. ما هو الدايره هي الارض. حلو. ليه؟ ما انا بقول لك انت ممكن نعتبر ان الارك ده منبثق من السيركل. حلو. احنا عندنا الثلاثه دول. احنا اتكلمنا في ازاي نعرف، بس ما اتكلمناش في ازاي ادي علاقه. عندك العلاقه بالتبادل والتوفيق، نقطه ونقطه، خط وخط، دايره ودايره، صح؟ وعلاقه ما بين الدايره والنقطه، وعلاقه ما بين ايه؟ نقطة والخط، وعلاقة ما بين دايرة وخط. حلو كده؟ فاحنا كده لو عملنا
خط وخط هنا فكده ده علاقه. السوليد مش بس كده، هو بيقول لك انا هوفر عليك خطوه. ايه هي الخطوه؟ هوفر عليك خطوه انك تقول ان الخط ده واخد زاويه 0، زاويه 90، زاويه 270، زاويه 360 عن طريق ايه؟ قال لك تعالى دوس على الخط ده لوحده هيبقى هوريزونتال او هيبقى فيرتيكال، يسهل عليك التعريف. بدل ما تدي زاويه تدي ايه؟ تدي ريليشن علاقه. العلاقه عباره عن ايه في السوليد؟ عباره عن هذا الايكون اللون اخضر، وكل ايكون جواه جوه المربع الاخضر ده جواه رسمه بتدل عن ماهيه العلاقه. عامل لك خط كده معنى كده ان هو ايه؟ هوريزونتال. حلو. طيب تظهر وتخفي العلاقه من هنا، فيو سكتش ريليشن، عشان لو انت شغال لو العلاقات انت مش شايفها هتظهرها من هنا. حلو. طيب طب ايه العلاقه اللي ما بين خط وخط؟ طب بص مش عايزين نبص على الشاشه، ايه اللي ممكن يحصل ما بين خط وخط؟ من الاخر ايه العلاقات اللي هتحصل هتوفر عليك تحط ابعاد؟ من الاخر ان الزاويه بينهم 90 صح، بيربنديكولار، وان هما متساويين في الطول صح، وان هما متطابقين على بعض صح، ان الزاويه ما بينهم صفر. وكمان تعال نشوف، اول حاجه قال لك هوريزونتال وفيرتيكال، دي الزوايا اللي احنا قلنا عليها. كولينير دي اللي هي ايه؟ متطابقين، اللي هي الزاويه ما بينهم صفر، بس مش اي تطابق، تطابق حتى في المسافه. يعني لو اللاين ده هنا وعملنا كولينير هيبقى تطابق بالمنظر ده. وصل لكم؟ هو التطابق يعني زاويه صفر. هل الزاويه حددت هو فين؟ حلو. دايما طول الوقت في السوليد علاقه بتعمل مهمه واحده بس وعلاقه ثانيه بتكمل، تمام؟ طيب ايه العلاقه الثانيه اللي ممكن تحصل؟ بيربنديكولار، الزاويه عمودي. طب هو فين؟ اهو. بس مش معنى ان انا قلت لك يا باشمهندس ان الزاويه عمودي ان هم ماسكين في بعض، بس اللي ليك عندي ان انت مهما تغير في اللاين ده اللاين اوتوماتيك يتغير معايا. دي العلاقات اللي انت هتقعد تفكر وانت بترسم المنتج هتستخدم ايه عشان لما تعدل المنتج ما يبصش. بعد كده هندي علاقه اللي هي البارالل، اللي هي المتوازي. حلو. هتيجي تلاحظ ان انت بتيجي تحرك معاك الشكل والمنظر ده. حلو. طيب وعندنا الايكوال اللي هو التساوي في الطول. حلو. يبقى التطابق كده، انا معلش غلطت في حاجه، التطابق معنى كده ان هو زاويه صفر، زاويه صفر ومسافه صفر. حلو. البارالل يعني الزاويه ما بينهم صفر. البربنديكولار زاويه 90. الايكوال يعني ايه؟ تساوي في الطول. طيب احنا قلنا التبادل والتوفيق عندنا ايه؟ نقطه ونقطه وخط وخط ودايره ودايره. تعال ناخد النقطه والنقطه. النقطه والنقطه دول لما تيجي تاخد النقطه دي مع النقطه دي يقول لك الاثنين هوريزونتال، يعني الاثنين على استقامه واحده في الهوريزونتال او فيرتيكال، تمام؟ او كونسيدنس، متطابقين على بعض. طب سؤال، هل الخط ده نقط مش مجموعه من النقاط؟ بس عندك في ثلاث نقط بس في الخط، النقطه دي او النقطه دي او النقطه دي، ليه؟ من الاخر النقطه بدايه ونهايه والمد اميز بينها ازاي؟ السوليد ذكي جدا، وانت بتحرك الماوس على الاوبجكت هتلاقي دايما تحت الماوس زي ما انت شايف حاطط لك علامه نقطه وما بين خطين، دي الايكون بتاع الميد بوينت، ودي ايكون البوينت، وده ايكون اللاين. فانت وانت بتختار لازم تبقى عارف، فانت لو اخترت النقطه دي كنترول النقطه دي مش دي نقطه، وقلت له ان هي كونستنس عمل لك ايه؟ ربطها لك في النص الشكل. ولو قلت ان ده هنا هوريزونتال بقى في نص الشكل، لو اديته بعد 100 عمل لك ايه؟ بقى فول ديفاين، فول ديفاين ببعد واحد بس. احنا كنا بنشرح الفول ديفاين اون ذا فرع عامه، بس ما تيجي تشتغل مش هتعمل العلاقات الكتيره قوي دي والدايمنشن كتيره. طيب
طب احنا كده قلنا الخط والخط والنقطه والنقطه ناقص الدايره والدايره، عندك دايره ودايره. لو انا جيت اخترت الدايرتين دول مع بعض، ايه العلاقات اللي ممكن تحصل ما بينهم؟ جوه بعض يشاركوا في نفس السنتر، جوه بعض يشاركوا في نفس السنتر. ممثلين لا مفيش حاجه اسمها من الداخل والخارج. يعني ايه ممثل من الداخل؟ من الداخل او الخارج. صح انا اسف، صح صح. بص الممثل من الداخل او من الخارج بيتحتم عليك على حسب وضعيه الدايره. لو الدايره من بره هتيجي بره، لو انت حطيت الدايره جوه هتيجي جوه. تمام. ايه تاني؟ برافو عليك. ايه تاني؟ مماس وسنتر وتساوي في الطول وتطابق. صح. تعال نختار دول كده هنلاقي ايه. هنلاقي كوريديال تطابق. طب ايه ده؟ هتستفيد ايه لما دايرتين يبقوا فوق بعض؟ انت بتتعامل الدايره على انها دايره، بس لما بقى ارك وارك ايه اللي هيحصل؟ هيبقوا نفس الطول ونفس السنتر بس بينهم فراغ. تقدر تعملها زي لما بتيجي تعمل في البلاستيك اللي هو المسمار الالواز، انك بتيجي تعمل ثلاثه ارك اكبر من الدايره بحيث المسمار هو بيعدي يحفر في البدن يديك الالواز مثلا. في عندك التانجنت صح، وزي ما انت ما قلت في داخل وفي خارج. برافو، معلومه كويسه جدا. لو انت جيت دخلت من جوه هنا وعملت تانجنت ايه اللي هيحصل من جوه؟ على حسب البوزيشن بتاعك. ويعني ايه مماس؟ لان هو مهم قوي في الرسم بتاعنا، لمسين بعض في نقطه. لو حصل نقطه ثانيه يبقى كده مش مماس. تمام. هيبقى تداخل. اقصد المنظر ده اوقات الناس بتبقى كده التماس، فزوم زوم ده نقطه ثانيه. ايه تاني؟ هتيجي تلاحظ كونسنتريك اللي هو تطابق النقطه على النقطه، وهتيجي تلاقي ايكوال اللي هو المسافه التساوي. ده كبر ده كبر معايا ده صغير ده صغير معايا. في ايكوال كيرف لينس اللي هو ايه بقى؟ ايكوال كيرف لينس ظهرت من بعد 2016، ما كانتش موجوده قبل كده، او عشان ابقى دقيق بعد 2015 تقريبا. لو انت تدوس على ايكوال كيرف لينس هنا هتلاحظ ان هي زيها زي ايكوال بالظبط. بس ايه الفرق؟ الايكوال تساوي طول مع طول، الايكوال كيرف لينس تساوي محيط مع محيط. فتستفيد ايه؟ انك تجيب افراد الشيء، ودي هنتكلم عنها دلوقتي لما ناخد بقى خط مع دايره. الخط والدايره بينهم ايه؟ بينهم كل خير. تمام؟ بينهم مماس وبينهم الايكوال كيرف لينس. لو دوس على الايكوال كيرف لينس ايه اللي حصل؟ نفس المحيط. بقى طول الخط يساوي محيط الدايره، اللي هو لو الدايره دي واحد يبقى اللاين ده كده كام؟ انا اسف خلينا 100 عشان ما يبعدش قوي ونقعد ندور الماوس. ده هيبقى كام؟ طب بص معلش خلينا نجيب ده هنا كده ونجيب ده هنا كده. حلو، لو انا جبت ده هنا واحد الخط هيبقى كام؟ لو تقريبا الاثنين واقع واحد هيبقى ايه بقى؟ الباي. ما هو محيط الدايره بقطرها واحد باي، فيديك الباي صح؟ احنا كده قلنا ايه؟ خط وخط عشان ما ننساش يعني من غير كده، دايره ودايره والدايره وخط والنقطه ونقطه والنقطه ما نقولش النقطه والخط لسه، نقصنا النقطه والخط والنقطه والدايره صح؟ هنيجي نعمل هنا ده مع ده هنا وندوس كنترول، هنلاحظ ان بيقول لك كونسنتريك تيجي في السنتر او تيجي على سطح الدايره. حلو؟ او دي لما تيجي تختاري دي يا يعني في الميد بوينت تيجي في النص يا تيجي كونسيدنس، يعني تيجي على امتداد الخط زي ما انت شايف. معلش معلومه سريعه كده، معلومه سريعه. دلوقتي لو انت تقف بتاع الدايره دي جايبك ايكون ايه تحت الماوس؟ دايره. طيب لو انت جيت هنا وقفت هنا جاب لك ايه؟ هنا سنتر الدايره مش نقطه. لو جيت هنا كده خط، كده الميت بتاع الخط. طيب احنا قلنا الالوان بتاعه الحاجه ونسيت اقول لكم لون كمان، اللون البرتقالي هو لون سيلكت.
لما تيجي تقف على حاجه كده وتقلب برتقالي اورنج ده سيلكت كده. احنا عندنا كام لون في السوليد؟ ازرق 5 لحد دلوقتي، ولما يظهر جديد اقول لكم. حلو، ازرق اندر ديفاين، اسود فول ديفاين، جراي قافل السكتش يعني عامل كلوز للسكتش، احمر فول اوفر ديفاين، و5 اللي هو الاورنج اللي هو سيلكت. حلو، طيب خلينا ندي بعد ده. ايه اللي هيحصل لو اديت بعد ده؟ واخد بالك اللي حصل لما جيت؟ ايه اللي حصل؟ احمر. معلش، هو اللون الاحمر اللي اقصده هو الاحمرار اللي هو هنا في الايتم اللي هو الاوفر ديفاين، بس هو حابب لونه اصفر بس هو بيحمر معاك. حلها ايه؟ الغي حاجه من الحاجتين اللي هما رافض. الغي حاجه من الحاجتين. طب لو الرسمه معقده جدا 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 وانت مش قادر توصل هتلغي ايه؟ هتعمل ايه؟ امسح. ما بنمسحش. تيجي على اوفر ديفاين هنا دوس وان كليك. جاب لك على الشمال ايه؟ جاب لك سكتش اكسبيرت. بيقول لك مسج بريس ديجنوز تو فايند سوليوشن تو ذا سكتش ايرور. هل هقول له ديجنوز؟ جاب لك ثلاث حلول. ده اول حل قال لك امسح لي البعد ده، ثاني حل امسح لي ده، ثالث حل امسح الريليشن دي. حلو، انت عايز ايه؟ على حسب انت عايز ايه. حلو، بعد ما تخلص اوعى تدوس اوكي فوق، دوس اكسبت الاول وبعدين دوس اوكي. كده انت عملت حل لاكبر معضله بتواجه كل المبتدئين في استخدام البرنامج، هو الاوفر ديفاين. طيب احنا كده اتكلمنا في اصعب حاجه في البرنامج. كل ان انا اقول لك الكور ريكتانجل بترسم ازاي الخمس طرق، انا الصراحه شايف ان ده يعني هري كتير في الكلام. والدايره بتترسم بكام طريقه، ده هري كتير في الكلام. والارك كام نوع، ده هري كتير. حلو، البرنامج بيتعامل معاك يا ريس بانك بترسم نقطه 2 3 وخلاص. حلو، واي امر هتلك عامل لي هنا في البتاع هترسم ايه الاول والثاني، يعني 1 2 3. فنوفر الوقت ده في الكلام المهم. تمام، خلينا ناخد تاسك زي ده نخليه فولي ديفاين. نخلي الوحش ده فولي ديفاين ازاي؟ هتلاحظوا حاجه، هتلاحظوا حاجه. لو انت عينك بتبص على الرسمه دي لقيت بعد ناقص، يبقى هو ايه؟ انت كمهندس بتنور الرسمه دي بايظه. ليه؟ ابعادها مش كامله، صح؟ يبقى اذا بتستفيد من الفول ديفاين في حاجه زي كده. واصله؟ طيب، طب الخط ده فول ديفاين ازاي؟ حد يقول لي الخط ده فول ديفاين ازاي؟ برافو عليك. كاساسيات رسم هندسي المماس كجزء من تعريف الدايره. فده مماس، فانت كده عرفت معلومه في الخط، معلومه. تاني حاجه ارتفاع الخط اللي هو ال 2.5 ده تاني معلومه. خلاص كده الخط بقى فول ديفاين. تعالى بقى نرسم ونشوف تطبيق الكلام ده ايه. هتعمل اكتيفيت بقى، هتدخل في الكراك وتعمل اكتيفيشن. بصوا بقى، انا دلوقتي عندك المنظر ده. اول سؤال تسالي نفسك، ابدا منين؟ ابدا منين؟ انا عن نفسي الرسمه دي احب ابدا باللاين ولا بديك تدوس على اللاين. اتفقنا ان اي حاجه هتعمليها دي تفاصيلها على الشمال من غير ما انا اقول لك، اوتوماتيك اقري. حلو، هتلاقي كاتب لك هنا ميد بوينت لاين، صح؟ هتيجي تدوسي على الميد بوينت هنا وتيجي تعملي الخط ده. في حاجه ثانيه نسيت اقولها، او مش نسيت اجلت اقولها، هي السمارت، اسف، الكويك ريليشن. الكويك ريليشن في السوليد هي ريليشن البرنامج بيعملها بدالك، بس بيسالك عن طريق ايه؟ ضيف اللون الجديد معانا، اللون الاصفر ده، اللون الاصفر ده. واصله؟ اللون الاصفر ده معناه ان هو بيقول لك اد ريليشن ولا لا. مجرد ما دوست اوكي ضاف لك كام ريليشن؟ 3 كونسيدنس على الميد بوينت وهوريزونتال، وكمان ريليشن اللي هي ايه؟ كونسيدنس عليه.
فتيجي تحرك ده يمين وشمال تلاحظ ايه ده. طب سؤال، هو ليه اسود وبيتحرك معايا على الرغم ان هو فول ديفاين؟ انا قلت لك الاسود بيدل ان الحاجه فول ديفاين، بس الازرق بيدل ان هي اندر ديفاين، فالنقطه عندك ما زالت زرقاء صح. وهجد بعد 10 انا رسمت ايه؟ رسمت الخط ده حلو، وهاجي في الكاد، في الكاد في العادي هتيجي ترسم الدايره هنا وتعمل لها موف فوق صح، او ترسم لاين تعمل سنتر الدايره هنا بالريليشن وبالكلام اللي احنا قلناه. ارسم الدايره في اي حته، ارسمها هنا وادي لها بعد، قول ان البعد بتاعك 7 والدايره الثانيه ارسميها جواها هنا، هيعمل بالاوتو ريليشن اوتوماتيك ان هي ايه في نصها صح كده. وتعالى الموف ده معلش ريليشن، اعمل ايه بقى؟ امسك ده اقول ان ده كنترول النقطه دي ايه في نفس الايه الاستقامه فيرتيكال، وهاجي بالريليشن اجي اقول ان ده كنترول النقطه دي كونستنتس بس. تمام؟ انا دوست اوكي، دوست على على سنتر. انت قلت خلاص بقى احنا ايه احنا بنشرح، بس قلت بترسم طبيعي انك تعمل الكوكي سناب حلو. هتيجي تختار الدايره هنا، هتيجي تلاحظ ان الدايره هنا كاتب لك كونسيدنس كونسيدنس، اوعى تغلط وتختار على النقطه دي، ده الكوادرنت بتاع الدايره ده فخ. لو جيت دوست اوكي كده وجيت عملت دول مع بعض تانجنت هيحمر معاك يا ريس، بغلطه ساذجه تعملها كمبتدئ للبرنامج. عشان كده بقول لك دايما ركز في كل حاجه وانت بترسم الخط، ارسمه هنا كونسيدنس حلو، وبعد كده نأدي علاقه تانجنت واصله. في طريقه ايه ازاي جيت على الخط ده الاثنين دول عملتهم سيلكت، عملتهم تانجنت. بالمناسبه بما انك سالت السؤال ده، تحت الديسبلاي ديليت ريليشن ممكن تعملي اد ريليشن للناس اللي بتحب تشتغل دايما في بوكس، في بوكس اوامر، هتيجي تختار ده مع ده جاب لك تانجنت بدل ما تعمل سيلكت. تمام؟ يعني ممكن بعد ما اخلص الرسم خالص ابدا بقى اعمل، يفضل حاجه حاجه عشان ما تتراكمش عليك العلاقات وتحمر منك وتفرط منك حاجه حاجه. حلو؟ تعالى نقول ان ده مثلا تانجنت. بالمناسبه العلاقات بتظهر معانا في نص الشاشه هنا بدل ما تروح هناك، يعني كتوفير وقت يعني. اد ريليشن من هنا من ديسبلاي ريليشن، تدوس اد ريليشن. وبعد كده هاجي انزل خط من هنا لهنا، وبعد كده اعمل بقى الشكل بتاع كوكي. طالما الشكل بتاعي كله يعني في نفس الحته خلاص اعمله حته واحده. حلو الكلام؟ في علاقه ما قلناهاش، استنينا التطبيق. تعالى اعمل سنتر لاين هنا. سنتر لاين، سنتر لاين، سنتر لاين، تمام؟ وتعالى خد الخط ده، كنترول الخط ده، كنترول الخط ده. جاب لك علاقة مهمة جدا اسمها سيمتريك، متماثل. امسك الخط ده، كنترول الخط ده، كنترول الخط ده، واعمل سيمتريك. حلو؟ عمل لك ايه؟ انت كده ضمنت ان انت متماثل، كأنك عملت ميرور. تمام؟ وتعالى قول ان العلاقة ان البعد عندك هنا 2.5. وان البعد عندك هنا 2.5. وان المسافة بتاعتك دي 1.5. وان الزاوية بتاعتك دي 45. السهل الممتنع بالسمارت دايمنشن. اللي متعود على الكاد بيجيله تشوك كده بالسمارت دايمنشن في التعامل مع السوليد. وده هيحصل معاكم على الاغلب. لكن في الحقيقة السمارت دايمنشن ده ده الحل العبقري جدا للديزاين مش للرسم، للديزاين. ونقطة كمان عايز اقولها لك، ان الكاد نفسه، كاد نفسه في السمارت دايمنشن في ريليشن زي السوليد بالظبط، بس الناس ما بتستخدمهاش ولسه بتضاف قريب. فلو لو اوتو ديسك شايفه ان الحاجات دي مش مهمه ما كانوش ضافوها عندهم. تمام؟ التاسك ده بقى عايزين نعمله، خدوا وقتكم.